متابعي اليوم السابع في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامجنا قعده مسلسلات من داخل صاله التحرير. اليوم السابع هنكون معاكم النهارده علا الشافعي وعلي الكاشوتي. مساء الفل. مساء الفل يا علي. خلاص يعني رمضان تم البدري بدري اهوت، والايام بتجري. الايام خلاص ايام قليله جدا، و كل سنه وانتم طيبين عشان العيد. عيد الفطر الكريم، بسنة طيبة. وانت طيب يا علي. لكن لسه مكملين شوية مع دراما رمضان. دراما رمضان مكملة معنا لأول يوم العيد، وعندنا يمكن هو مسلسل سر البيت، المسلسل الوحيد اللي 31 حلقة. لتاني يوم في أيام عيد الفطر المبارك هيكون بتتواصل أحداث المسلسل أو الحلقة الأخيرة من المسلسل. خلينا كده بشكل عام النهاردة نعمل زي جردة، بنسميها جردة لأهم الظواهر الرمضانية في دراما رمضان 2023. نتكلم على أهم الظواهر اللي شهدها هذا الموسم. بداية انت بتتوقف عند ايه في هذا الموسم؟ والله طبعا انا توقفت عند اصحاب الادوار الثانيه في دراما رمضان، يعني الحقيقه عاملين حضور مهم جدا. ما حسيتش بان هم واخدين ادوار ثانيه، طبعا احنا عارفين ان هم واخدين ادوار ثانيه لان هم مش في ادوار البطوله الرئيسيه، ولكن هم يضاهوا في خطوطهم الدراميه نجوم الاعمال. وحقيقه مثلا مسلسل زي تحت الوصايا في مجموعه كبيره من الادوار الثانيه او الادوار المكمله، ولكن هم نجوم اساسيين في المسلسل بالكامل. استاذ رشدي الشامي عامل شخصيه عم ربيع اللي هو بقى يعني حلم كل الناس على السوشيال ميديا، هو السند والظهر والاب والاخ الكبير بالنسبه لشخصيه حنان في كل مجموعه البحريه اللي موجوده مع مجموعة حنان. مجموعه البحريه شنو باسمائهم يعني اسماء الشخصيات او حمدي. احمد عبد الحميد وحمدي علي صبحي عيد مجموعه كبيره حتى بص الحقيقه تحت الوصايا عنده ميزه ان ما فيش ممثل في حتى لو دور مشهد او مشهدين ما فيش ممثل مش طالع انكاست، ما فيش ممثل مش عامل احسن اداء عنده في هذا العمل المميز للغايه في دراما رمضان 2023. صحيح، دي كانت ابرز طيب يعني في كمان شخصيات كتير صراحه. خلينا قبل ما نتكلم على النجوم نعمل زي عناوين كده بلغتنا احنا كده في الجرايد وفي الصحافه، فمثلا ما نقول اهم مميزات هذا الموسم، فنقول مثلا عوده الدراما دينية ورجعت بشكل قوي جدا من خلال مسلسل رسالة الإمام، دراما دينية دراما تاريخية، فده بالنسبة لنا من الحاجات المهمة اللي حصلت في هذا الموسم. لو قلنا رسالة الإمام تجربة مهمة سيعاد اكتشافها مع كل مشاهدة جديدة، لأنها بتحتاج لحالة من التأمل في المشاهدة والتأني، يعني هي مش عايزة مشاهدة سريعة. رسالة الإمام ده تحفة فنية، كل ما هتقدم كل ما هتبقى أحلى وأحلى. ده صحيح. يعني ده الحقيقة إن هو مجهود جبار حاصل في المسلسل، أداء تمثيلي غاية في الروعة، إيقاع منضبط بسيط ما فيهوش يعني سلس. هو ما هوش حربي، هو ما هوش في صراعات، هو في بساطة في الموضوع والدنيا ماشية طبقا لعنوان المسلسل رسالة الإمام. هي رسائل بتقدم بتعيد تشكيل وجدان الناس وأفكارها، يعني عندنا مشاكل كتير إن بقت كل الافكار ما فيهاش وسطيه. خلينا زي ما اتفقنا نقول نعمل عناوين بدون ان احنا ما نسترسل وبعدين نرجع نسترسل. طيب. يعني احنا قلنا عوده الدراما التاريخيه والدراما الدينيه، نقدر نقول كمان قضايا المراه ودراما المراه في هذا الموسم كانت واضحه جدا. البطولات النسائيه كانت حاضره بقوه جدا في الموسم ده. نقدر نقول كمان عندنا تميز شديد في الفنيين من مخرجين ومديرين تصوير وديكور وازياء، يعني كل العناصر الفنيه. عندنا نجوم اتمردوا على الشكل التقليدي اللي بيطلعوا بيه. عندنا تيمه المسلسلات او النمط الانتاجي اللي له علاقه بال15 حلقه وال20 حلقه وال10 حلقات. ال20 حلقه كان في الكتيبه 101، 10 حلقات في حرب. عندنا 15 حلقه اكتر من مسلسل اتقدموا سواء في النص الاولاني من رمضان او النص الثاني من رمضان. عندنا قضايا اجتماعيه تم تناولها بشكل يعني اقدر اقول تحت الوصايا كان الاكثر تاثيرا في هذه المسلسلات. عندنا جت سليمه تركيبه مختلفه خالص بتعملها دنيا سمير غانم. يعني انا دايما هقول التعبير اللي بقوله ان هو اشبه بكتاب الحواديت اللي احنا بندخله وبندخل جوه الحدوته من حدوته لحدوته ثانيه، قصه قبل النوم. فده يمكن انا عايزه عشان كده بقول لك نعمل عناوين للموسم ده بشكل كبير جدا ومحدد. هو العنوان الرئيسي هيبقى التنوع اللي موجود الشديد اللي حصل ويندرج تحتيه عدد من الظواهر اللي احنا رصدناها دلوقتي. طيب نتوقف، لو انت عايز تتوقف ايه اللي ممكن يبقى لافت غير نجوم الادوار المساعده او الادوار الثانيه اللي لفتوا نظرك؟ لان في كل الاعمال هنلاقي عندنا عدد
كبير جدا صحيح. من من الممثلين الموهوبين شديد الموهبه. انا انبسطت قوي من بوست الحقيقه، كنت مبسوطه منه جدا. الكاتب والناقد الزميل الاستاذ حاتم حافظ اللي هو استاذ في معهد فنون مسرحيه كان مشير بوست لعدد كبير جدا من الصور لطلبه فنون مسرحيه خريج المعهد اللي شغالين في اعمال رمضان السنه دي، ويستحق ان احنا نحتفي بيهم. وده شيء مهم. وعلى فكره هتلاقي اغلب الناس المميزه حتى في الادوار يا اما هم جايين من المسرح تربيه المسرح يا اما من اكاديميه الفنون، وده ميزه، او موهوبين بالفطره زي دياب يعني مثلاً. زي دياب في دور صالح مثلا. فاحنا لو قلنا الاستاذ رشدي الشامي في تحت الوصايه فده فنان مخضرم تربيه مسرح يعني صحيح. يتالق يعني في دوره ده اللي هو دره الادوار بتاع اغلبهم كلهم تربيه مسرح. فعشان كده انا من ضمن الظواهر المهمه بالنسبه لي هي جماليات الصوره اللي موجوده. والحقيقه ان مديرين التصوير في المسلسلات رمضان 2023 مقدمين حاجه غايه في الروعه، سواء بيشوير سفيلد في تحت الوصايه بالصوره المغايره اللي احنا شفنا فيها براح جميل جدا خارج القاهره وفي محافظات مصر، وتقدم لهم تحيه. يعني انت كمان هنقول احنا بنقدم التحيه لكل الفنيين ومديرين التصوير صحيح. انت قلت بيشوي في تحت الوصايه، تيمور عندنا تيمور في رساله الامام، ومع محمود يوسف عندنا كمان في مختار محمد مختار في الكتيبه، عندنا كمان لاخراج محمد سلامه، وعندنا كمان تصوير اسلام عبد السميع في سوق الكانتو. فالناس دي كلها لازم نقدم لها الحقيقه، لان هنا في اقدر اقول المستوى فني متقدم جدا صحيح. في الشكل اللي اتظهر بيه المسلسلات على مستوى الصوره. على فكره حتى كمان جت سليمه، انا مش يمكن انا مش فاكره اسم مدير التصوير، بس الحقيقه ان في صوره جيده للغايه في جت سليمه. تاني ممكن اتوقف عند مين؟ يستحق ان هو الموسيقى التصويريه صحيح. سواء خالد حماد، عندك خالد حماد، عندك تامر كروان، عندنا كمان ليال وطفه، ده تحت الوصايه، عندنا خالد الكمار، قلنا عندنا شادي مؤنس، فعندنا اكتر من مدير. راجح داوود طبعا في مسرح سر الباتع. مين تاني في يعني انا تقريبا دي ابرز، هو طبعا اسماء كتيره جدا في المجال الموسيقى التصويريه وغيرها من العناصر الفنيه المميزه، واحنا بنقول على سبيل المثال الناس اللي هي لافته للنظر بشكل كبير جدا. نقدر نقول بقى لو المسلسلات اللي انت ممكن تبقى شايف فرص العرض الثاني ليها تحقق لها نسب مشاهده اعلى، تتفق او تختلف مع الطرح ده، لان في ناس شافت ان في بعض المسلسلات اللي هي دراما ال 15 حلقه ان ممكن تتشاف اكتر وبشكل الطف جدا بعد العرض الثاني بعد انتهاء موسم رمضان. انا تقديري ان في بعض المسلسلات اللي هتتشاف بشكل كويس قوي، معرفش انت متفق مع الطرح ده ولا لا. والله انا شايف ان مسلسلات ال 15 حلقه دي هديه للجمهور صح. يعني مجموعه ال 15رات دول كبسوله حلوه، اللي هيبقى راجع من شغله عنده وقت، او اللي عنده يومين اجازه وعايز يقضي وقت لطيف يتفرج على حاجه، ممكن يضرب ال 15 حلقه كلهم مره واحده. ده لو هشوفهم على المنصه، ولكن لو بيعاد عرضهم على القنوات العاديه فتمام يعني برضه هيبقى ما هو بيدي فرصه تانية للمشاهده. وبعدين في مسلسلات زي ما كنت بتقولي قبل شويه محتاجه تامل اكتر او هدوء في المشاهده، ما يبقاش في وسط زخم رمضان اللي فيه دراما صعيدي وكوميدي وفي حاجات اكشن ودراما وعي. فحتى المشاهد لما بيجي يرتب اولوياته ويرتب خريطه مشاهدته ما بيستمتعش قوي بالاعمال اللي مثلا زي رساله الامام او اعمال زي تحت الوصايه اللي هي محتاجه يعني. ما هو عشان كده انا بقول رساله رايقة. الامام انا من الاول اللي هو منطق المشاهده الرايقه رساله الامام يعني انا ده تحديدا من اكتر المسلسلات اللي لازم بتتشاف على واتشت، بشوفها بتركيز سماعات في ودانك وانت قاعد كده اللابتوب في حضنك وقاعد والله بجد عشان تبقى مركز في كل التفاصيل صح. وبمناسبه رساله الامام انا ما اقدرش يعني اعدي كلام على رساله الامام دون ان حقيقه اشكر واشير بالتقدير الشديد جدا لحمزه العيلي ونضال الشافعي اللي كان عندهم مشاهدهم مع بعض، هما الاثنين حقيقة مشاهد تدرس في علم التمثيل، الاثنين في بينهم هارموني جدا وايقاع منضبط، وده طبعا في الاخر هيرجع للمخرج اللي هو الله يسحبه. طبعا ممثلين تقال، ولكن كمان في مخرج بيديرهم بشكل اكثر حرفيه، فطالعين افضل اداء ممكن يقدموه. فانا ممكن نتوقف في رساله الامام عند الاسماء دي، اتوقف كمان عند فرح باسيسو النجمه الاردنيه الكبيره في دور السيده نفيسه، نتوقف عند خالد انور اللي هو عاد اكتشاف نفسه في هذا المسلسل من اول وجديد، في اسماء كتيره جدا، حتى سلمى ابو ضيف ممكن تبقى محتاجه شويه شغل على صوتها ومخارج الفاظ بالذات في اللغه العربيه، ولكن الحقيقه ان هي جريئه جدا ان هي تقدم الدور ده وعندها جراه ان هي غيرت.
بنفس القدر لو قلنا رسالة الإمام هيبقى فرص مشاهدته في العرض الثاني فرص مرتفعة جدا وهيحقق شعبية وكل ما الناس هتشوفه هتكتشف فيه حاجات كتير قوي لأن الحقيقة رسالة الإمام فيه كتير من الرسائل مبطنة واللي ليها علاقة بحياتنا دلوقتي صح. حتى ما يتعلق بقضايا المواريث هو ناقشها يمكن تحت الوصاية بيناقشها بشكل اجتماعي صرف لكن هنا اتناقشت بشكل فقهي أيوة. فده كان واضح جدا في بعض الحلقات ترميم الكنائس واضح جدا الميراث الزواج والاستئذان الفتاة قبل المرأة قبل الزواج كل التحاجات قضايا ممكن تبقى قضايا خلافية وجدلية حتى هذه اللحظة احنا محتاجين بس نبقى مركزين فكيف كان يتم التعاطي معاها من قبل الإمام في هذا الوقت حتى وأهم حاجة فكرة قبول الآخر في قبول الآخر في البيع وفي الشراء والناس ممكن تبقى يعني زي ما احنا نقول بالعامية الدرجة كده زمامها واسعة في الأيام دي أو ناس بتغالي في الأسعار بشكل شديد جدا أو بتبيع بضاعة غير جيدة الإمام حتى في السياق ده كان في مشاهد متعلقة بالموضوع ده فيعني أنا بقول إن رسالة الإمام هيكون حظه أفضل نيجي بقى المسلسلات الاجتماعية مين أنا عايز بس قبل ما أتكلم عن المسلسلات الاجتماعية عايز قبل ما أنسى الظواهر من ضمن الظواهر الأطفال اللي مشاركين في المسلسلات هايلين إحنا عندنا عدد الحقيقة إن إحنا عندنا عدد كبير من الأطفال وفعلا أنت لما تقعد تتفرج قدامهم ده حتى فرح البنت الصغيرة بنت حنان أو تحت الوصاية منى زكي سنة ونص أو سنتين تقريبا هي بتمثل معاهم يعني مشاهدها مع ياسين أو عمر شريف وهو بيحضر لها الرضعة واللبن وهو بيأكلها وبيلعبها وهو بيحاول يهديها عشان ما تعيطش دي وكأنهم الاثنين ممثلين كبار وفاهمين ومستوعبين اللي بيحصل حواليهم مثلا شخص الطفل عمر في جات سليمة برضو لطيف جدا وبيتعامل بلطف شديد وشاطر جدا ادهم وهدان منذر اللي كان عامل كويس انت بتقول اسماء عشان تبقى الاسماء كلها حتى حسام ابراهيم الطفل اللي هو كان بيسرق في رساله الامام اللي هو ابراهيم شخصيه إبراهيم اسمه ابراهيم في رساله الامام شخصيته حضوره لافت جدا ولطيف بيعدي كده قدامك على الكاميرا انا بس انا عايز اقول لك ان الكوتش اللي مدربه عدد كبير من الاطفال وده يعني انا تحديدا هركز في تحت الوصايه اللي مدربه عمر شريف ياسين ومدربه كمان علي صبحي ومدربه محمد عبد الحميد هي ريم حجاب فانا بالنسبه لي برضو لان ده مهم جدا فكره وجود النجم اللي مدرك اهميه ان هو بيتدرب على الدور ان هو بيعيش تفاصيل الشخصيه ده ووجود الكوتش في حياته ده مهم قوي حتى منى زكي هي من اهم النجمات الحريصات جدا ان هي طول الوقت يبقى عندها كوتش او مدرب للتمثيل طول الوقت بتحضر ورشات حتى يمكن ورشات تدريبيه او تمثيل للتمثيل خارج مصر مش بس جوه مصر فانا ده واضح جدا وظاهر عارف مهم قوي فكره ان الورشه دي لان الممثل بيغسل نفسه من شخصيات عملها قبل كده وبيستعد ان هو يستقبل شخصيات جديده منى نقدر نقول لو احنا يعني عشان طبعا احنا الوقت يعني مش هيبقى عندنا وقت كفايه نتكلم ولسه عندنا ايام تانية يومين فاضلين نتكلم فيهم عن المسلسلات ان منى هي نجمه رمضان بلا منازع لو قلنا في دراما 2023 مين نجمه الشهر ده او موسم دراما رمضان فهي منى زكي طبعا في كتير من المواهب مع كامل التقدير ليهم كلهم والمجهود المبذول ولكن الحقيقه ان منى هي نجمه هذا الموسم على مستوى الاداء واختيار الدور وادائها وتفاصيل اللي عملها للشخصيه لا عايز اقول لك لفت نظري امبارح في الحلقه طريقه مشيتها دي بتختلف حسب حالتها هي ماشيه رايحه تتفق مع الصيادين على اللي تاخد البضاعه بتاعتهم هي ماشيه وعندها حاله زهو ان هي راجعه المكان ده معلمه او راجعه فاهمه بقى ورئيسه وماشيه كده بفرحه واضحه جدا في طريقه حركتها على عكس مشاهد تانية بتمشي فيها بطريقه فيها انكسار احيانا او فيها خزلان احيانا أو يعني حتى في المشي بتمثل يمكن عمر سعيد كان كاتب تعليق جدا قال لك منى زكي بتمثل بظهرها ما هو توظيف الجسم ده مهم توظيف الجسم بالنسبه للممثل مكملين في عدد مسلسلات ولسه عندنا الدراما والاحداث يعني الاحداث الحلقات الاخيره من دراما رمضان وطبعا هيبقى على راس المتصدر جعفر العمده وما يثير دايما جعفر العمده من جدل زمايلي هيتابعوا معاكم بعد كده باقي الحلقات المفاجآت الجديده في جعفر العمده والنهايه هيكون شكلها ايه جعفر العمده ووداد هيعمل فيها ايه في وداد وصيفه هتعمل ايه في وداد وكمان هو هيعمل ايه في دلال جعفر العمده كيف سينتقم من دلال انتقام شديد متابعينا في كل مكان دي كانت حلقتنا من قعده مسلسلات خليكم معانا تابعونا في اعداد جديده من داخل صاله التحرير اللي هو السابع